اهلا بيكم في فيديو جديد معاكم اسلام ماندو. المحتوى الرائج عندنا في مصر زي الزفت الصراحه. لما شفته اتحركت اتكسفت مش عارف ايه المصريين اللي بيقدموه دوت. يعني المحتوى اللي بيقدموه دوت يعني غرضهم ان هم يبوظوا عقول الناس اللي قاعده او الاطفال. يعني المحتوى كمان اللي هو ايه متخصص للاطفال فبيبوظوا لهم دماغهم تقريبا او حاجه شبه كده. لو انت اول مره تتفرج عليا انزل اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. امبارح بالليل كنت قاعد طبيعي خالص فحبيت اخش كده على المحتوى الرائج في على مستوى مصر. يعني دخلت على اليوتيوب كده تحت اليوتيوب ودخلت على المحتوى الرائج. تعال نشوفه مع بعض بس ونعلق عليه. يعني مثلا اول فيديو شفته شفت اول دقيقتين منه قفلته لان كنت خلاص اللي هو ايه هنا انا ان انتوا بتعملوا ده. بص بيقول اول روتين في بيتنا الجديد مع جوزي وفي الفيديو ما توقعناش تكون ايه كده. المهم يعني ان هم بيروقوا في البيت وقاعدين يعلقوا على الترويق ده. كنسنا الحته ديت بس ما طلعتش تمام. هو بيحب الشفط. لو اتفرجتوا على الفيديو ده هو بيحب الشفط وفي ضحكه بعدها كده رقيعه. مالناش دعوه بالحاجات ديت. المهم يعني المحتوى دوت جايب 1,200,000 في يومين ومحتوى رائج يعني وماسك لحد دلوقتي. انا مش فاهم ايه ده. يعني انا مثلا اروق البيت ويعني اتجوز لازم يبقى معايا اول حاجه عشان تكسب لازم يبقى معاك بنت في الفيديو او ست او اي وات ايفر ايه كانت. تقعدوا بقى تتكلموا تلعبوا تعملوا اي حاجه المحتوى هينجح. ما ينفعش كده. ما ينفعش الناس دي نتفرج عليها اصلا. الناس دي ما ينفعش تتفرج عليها نهائي. انا متضايق من الفيوهات ديت رايحه للهطل ده. انا اسف يعني رايحه للهبل ده ومحتوى الاطفال يعني متعلق بالاطفال. يعني شوف كم طفل بقى بيتفرج على الهبل ده. مش علمه حاجه مفيده في البيت يعملها. علمه تمارين علمه رياضه علمه حاجه مفيده. لا انا علمه الهطل يبقى اهتم. علمه يبقى اهتم. ايه ده ماشي. الكوره برضو هكذا. ام مسلم ثانيه بص اسم القنوات حمدي ووفاء في البيت ام مسلم انس واصاله واول مره اشوف بيبي جديد. بص مالناش دعوه باختبارات الفيزياء والحاجات ديت طبعا. ماشي انتظرونا في مهرجان كرباج سوداني. الحق بقى. ليش ما عم صور مع باسل صار لازم تعرفوا. ريما ماشي وقعدت تحكي وقعدت تهزر. اكيد برضو محتوى. روزا صنعت فستان في عرسي. المهم يعني ده عندي تعليق على مقلب سرقه قناه ميران جمال دوت. برضو عامل 4 فيديوهات وبقاله اسبوع بس وعنده 1,000,000 فيو على فيديو وماسك محتوى رائج مش عارف كام و20 او 13 او 14 يعني. المهم يعني دخلت على التشانل عنده اهو تقريبا. ايوه كان فيديو واحد ثانيه واحده 2 4 5 فيديوهات تمام. القناه عنده ليه ضربه ما اعرفش تمام. هو ما اعرفش تيك توكر ولا مش عارف هو بيعمل ايه بس يعني اللي هو مقلب سرقه القناه. فكره الفيديو 22 دقيقه تقعد تتفرج على ناس بيمثلوا ان هما اتسرق منهم القناه والناس حوار. انت بتتفرج على حوار قدامك داير. اي حد بيعمل المقالب دي يا جماعه معظمها حوار. الناس اللي بتتفرج على اليوتيوب عارفه كويس قوي. الناس اللي عندها فوق 16 سنه عارفه ان المقالب دي حوار. مقالب اليوتيوب ديت كلها ناس بتحاور على ناس. اذا كان انا اسف يعني الناس ديت محترمه وبتتعب بس فعلا معظم المقالب واقول في وش اي حد معظم المقالب اللي على اليوتيوب ديت من الناس المصريين حوار تمام. انا مش هسرق قناتك ولا ما ازاي اسرق قناتك فده لازم اتصرف ولا اسرق لابك ولا هرمي لابك في اللابتوب في البسين.
يقعد يقول لك هرمي لابتوب، هرمي لابتوب صاحبي في البسين، رميت تليفون صاحبي في البسين، عملت مش عارف ايه في البسين. حوارات بقى اللي هي انتوا عارفين والله اكيد ناس كتير، الناس الواعيه الفاهمه اللي بتتفرج على اليوتيوب مش هتتفرج على حاجات شبه دي. انا عارف كويس هما بيستغلوا الفئه العمريه اللي هي تحت 16 سنه، وبيستغلوا الناس ديت وعشان يجيبوا فيوهات. فانا مستاء ومتضايق من الموضوع ده. وفي في فتره كده كان في فيديوهات عن المحشي وعن المهم يعني في نهايه الفيديو احب ان انا اوضح ان في يوتيوبر كتير ملهمش لازمه، بجد يوتيوبر كتير ملهمش لازمه، ولا بيضحكوا ولا بيعملوا حاجه مفيده ولا اي حاجه، طالعين يعملوا حوارات. المهم يعني ناس كتير عارفه كده كويس، وياريت تكتب لنا في كومنت ايه اغرب فيديو شفته في اليوتيوب، اكتر فيديو مش مفيد خالص ولا ليه لازمه، ياريت تقول لنا تحت او العنوان لفتك او اي حاجه عشان انا مستاء. ممكن نطلع نعمل على الفيديو اللي انت بتتكلم عنه فيديو. المهم يعني ان انا متضايق ومش بتريق او بنتقد اي حد، بس مستاء من المحتوى الرائج عندنا في مصر، فدي حاجة انا متضايق منها جامد. يعني انا مكنتش عايز اتكلم، انا ما بحبش انتقد حد او اتكلم على قناة معينة او فيديوهات معينة او كده، بس الصراحة محتوى بل هم بقى محتوى رائق خلاص، بقيت ادخل الاقي الهطل ده في الاول، العبط ده في الاول. مهم يعني لو عندك اي تعليق او استفسار او اي فيديو تافه شفته او لفت انتباهك ياريت تقوله لنا في كومنت تحت عشان نضحك عليه شوية. واحب اشكرك جدا على مشاهدة الفيديو، لو انت اول مرة تتفرج عليا فانزل اشترك في القناة، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. واحب اختم الفيديو بكلمة لا اله الا الله.